نسبة للذهب اللي انسرق، هم سرقوا البلد كلها وسرقوا أهل مصر كلهم، هتيجي على شوية الذهب اللي سرقوها من ضمن اشربوا وخدوا واللي انتوا عايزينه خدوه، بس القصاص قادم، واللي انتوا خدتوه والله لا هيطلع عليكم دم، وكل واحد حب المشنقة هيلتم حوالين رقبته، وقريبة جدا جدا جدا. فضيحة لما يقولوا يسرقوا ذهب من مصانع سك العملة، امال فين يا عم الداخلية وفين الجيش وفين وفين؟ البلد كلها منهوبة. أول امبارح الأسبوع اللي فات ولا أول امبارح 12 وزير متورطين في السرقة والرشا والنهب، ما أنا نستني بعد كده؟ في عادش في أمان خلاص؟ حتى المكان المفروض يعني إذا كده اقتصاد متدمر أصلا، جيش مش مستحمل سرقة من هنا وسرقة من هنا وتبيش من هنا وتبيش من هنا، يا شعار المرحلة اسرق عشان تعيش. بالنسبة لموضوع سرقة ال 50 كيلو ذهب امبارح من الخزانة العامة، يعني أصبحت كل أموال الشعب منهوبة ومسروقة، وعملية الفساد مستمرة. كنا بنقول الفساد خلص في ثورة 25 يناير، لكن أصبح الفساد يعني شيء ممنهج. الأراضي 2500 فدان وال50 كيلو ذهب، والأمور أصبحت يعني مستمر الفساد. بمناسبة الحدث اللي سمعناه امبارح عن السرقة اللي حصلت في مصلحة سك العملة، أي مكان هيكون مؤمن في مصر غير مصلحة سك العملة؟ المصلحة اللي المفروض إنها مؤمنة على الاحتياطي الذهب الموجود في البنك المركزي. إذا كانت هذه المصلحة مش مؤمنة تحافظ على أموال المصريين، إذا إيه في مصر أمان؟ أين الأمان فيك يا مصر؟ راح الأمان. لكل أسف مصر فقدت الأمان في جميع نواحيها، لا أمن على المواطن ولا أمن في المصالح الحكومية. فين يا عم تحرياتك ومخابراتك، وفين الحرس وفين فالكون وفين وفين وفين؟ انت بتحرس الغلابة المدنيين، ماسك بس السجون عمال تدهول في الغلابة فيهم وتضرب وتعتقل وتعذب، وسايب الاماكن اللي هي فيها الذهب وفيها الخير البلد كله ينسرق وتنتهب.